إن كان سردون كهيستا يدق دقة بدني وحدونا يا إنه دب دولة يدد كده كوكا نحصره مدعونا لو حلاه يحي دق دقة قلنا كاسي وضعه يا نمواطنين دلكن يا أدق ونسكين عسين وحي الشيغان دد كرئيس ومال لأننا نحن دد قلني ماذا أقبله يا ودد قلني ماذا تعال حلوه ده هدق قبتان سمر باكي لنا يا لكن حريات كودي حقوق ده كما دول غاتر ننك تاكو فكرين ودد كان عبوريا واني ما نهبين شرين ورقوف مواد رس ده ودعي كرئيسا إن لو هنتبو أو لو هنددو يضان وارن قباشا محكمة داد لهايسان قف موادنا سيدي حولين تلحيدين لسكسو داي أود حارقة يقباشا دا بليس كاسكالا أود إيدا حيرلارين تاسكالا عنو كوار قبنا صحفيين كالا ومحمد إليق وكميدي هاي ما أنتا كسيداد يطبان عشو محكمة لان حيرا ومركو هورانا لقيايين محكمة عيلا وحينو ما أنتا كهد لينا أن أرين سنغ نقشديدو بشيو دنبيسي دالك يداد كبا لغو هودا يوم اسكحدو يمان كودا با كنتي سيوين مرونك لدورو قلس أن أرين تاسي وإلى أنت حقوقات كموادنك سومالي لان صحافة وحي يوجد تير كأفراد الدولة نمال دروفها يددال كصحفيين تسومال اي دفاع دالك يتبين تورارك بلشدو دا اي كوضا اي حالة دا اي كسو جيهين وامد لقود الاركسين حالي صحفيين تو حوق بوصو نغنغض waxaan markaa doonaynaa madamo wakiil bulshada aanu ka nahay inaynu ka hadalno xariga saxaafadu hay'adaha dawliga waxa uga baahantahay inay saaxiib joogto ay ka dhigtaan laakiin uga ma baahna inay caburiyaan waxa jugleyn loo geysto dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya مدنان تحقوق ذا موادن كسيين شابتر دان اما قيب دان او كامي دا ايا دستور كود دمارد قادي حقوق ذا قفك صحفي ذا وعلى قوار قبا مركا كتب توافقي ذا اما دراسات كإسلامي ذا اما حلقة ذا الديني جاي مساجد ذا كسعود الله ديغان ايو علماتو باباب دان بيكا شاكيانو لهدان بابو السكاة بابو الصدقات بابو الصوم او شيخ كتب كاخريا قرته او باب استو دستور كره باب دن او قودب كوبي لباتنات الا يو دور يو صدن كو دمانيا ايا حقوقها موادنكا اي حريته هادلكا قورالكا سوودكا هادلكا حقوقي سو دن لغا خدل يو واجباتك ددكو كلي لما اقبلي كرايو مانا ايغان كراينو تعديدا سو اسبورال waxaan doonayaa saxaafadda Soomaaliland qiimaha ay qaranka ugu jirto iyadoo wasla garow waxa dhacday falalka ugu dambeeyay qaar CC Cameroon ku duuban ninka under la yiraahdo oo inta tacadi loo geystay lagu xad gudbay la xiray hadana la soo daayay waxaan arkaynay ninka Cabdi Rashiid Cabdi Wahab la yiraahdo oo la xiray oo hadana la soo daayay waxaan ka warqabnaa saxafiyiin kale oo maxamed iligu kamid yahay maanta ku 18 cisho maxkamad laan xiray oo markii horena la geeyay maxkamad ciidan anuu deeligu waxaan ku aqaanay saxafiyi dhowr ilaa 10 sano oo saxafada ku jira intan dambana arrimaha bulshada xog uga hadlay caafimaadkooda wixii dalka ku cusub baylahada taala لكن دم أوجين جارو كانن عيدان أما سركال عيدان إللي جنوق ذا كوسف محكبة ضها عيدان قف شعب اللي مجيس وشرع يقول جاي واحد اللي جاي قف عيدانا وعقابتي سوقة
انت مركز نكيم النوع وانو درين سنحي دا قال هذا اللي نعيدك لدوان دالك كقصودة صحافدو حقوق هذي اللي هاي يدون الليمت باكواتي باو عيد لاذا وانا دالكن الى الاسو قرن ماذا الى الاسو وحنا وانا وحنا ناشنال انتراس ودنت قود يدالك درين كيسة تابانايا وحنا ووح قدهينا تا عدك وحد قدوبتا شرعي باكيان يعني. لكن وحي سيقود وطابانا يدالك إن لقوض الصعوضة وانا الشروع دا ينكو حد قدوب انت امركان كي مادو هايد السردونك وهايد وحل صاران حوكيليست هايد وحل صاران حاري قماه هايد السردونك ومركي حوك تحشو هايدها امنيك كوور قلينيسا عدة اي قصيسينا قعانتا كسارة ساورانا ساحوك تاسارو هاللي نبتا ساقارك كسو عطيه اللي قفه يتشيقنادو اوود حاريقا يقب اشد بليس كاسكالا اوود ايدا حير الارنتا اسكالا اوود قرمقالكا يدقايسي قد عود يو كقنقار كحوكونكا محاكبات انا قرصور كاسكالا اوود هاينتا قف كدن بيقى اللوغو هلو وحا اسكالا عيدان كأسلوبت استراكتر كاي هرر كالكاسي كالالايض مركب بروسيجر كعادي قد دولد نمين ودقنا اللي يجي انت عمرك اللي جاي مادو لبقى عيدو شرعيو انترناشنالا او كومانو دنو دور ان استعماشا جرت قفكو هدو دن بيقالون نو وان ابوف دلو ايدر مدحوينو ويهي اما قف مواديني قفنا شرعيه كما سريتها مركب بروسيجر كاي شرعي اللو مرو هذا قاعدة كلا واحد لا هذا every person is innocent قف كستبوه دم بلاو until proof guilt until proof is guilt إلا يود دعوته يدم بجو قلاي محكبات شرعية عدين سبويا ورقف مواد درس دوري عكرسة إن لو هنتبو أو لو هنددو يدان وارن قبشة محكبات اللي هيسن قف مواد درس دو حورين تل حدين لسكسو داي وكي عمر بن الخطاب لها متى استعبدتم الناس وقد ولدت امهات المحران وارغور ما ددك غوميستين يغو هويين كود يغو خراي دلاي انغو هيدها نبدغليده اي بليسكا هيدها نبدا اي دلكا غرب كودانو تاغنا عدو نو سو راعي من دلكا انو بد نقضو انو قروح باتو ان دولت نمديس استاغتو صحافه واجب بي كوتاي مدخ دلكا واجب بي كوتاي انغا واجب بي نوقت لكن وخي تعديا أغلى وشرعا عندنا بك أغبن من أما مضحا هذا أمو متاحا ورداتك مركاد حلو قادو السركال تهي وحا قاد كنا لون السيد كسعوتها وحا ويان وعشورة موادي كاللقا قاد إن أداتك اللي بغاقليو واللي بهدلو وحدين تيادا نمدني الدستور كينا منا كبنان ما ومدني قبي لاذا كرامي لاذا قيمي لاذا فاستخف قومه فاضاعوا فرعون مركو ددكيس بهدله عقو دولكا او غدفت ورمدني كرامته ان لا دورو او بهدلك يا دوليغا يا هوس دغه لغا داي دولدها دونيدا يا هيادها نبدغليده دلالكا دونيدا كشقيا مواطنينتودا صاحب دوبي لي عقبدي عدو كماها وما عق جوبليا وربحناها وجودا بيا الدنيا مركز سومال لأن بتجليده ده فلنقين الصوت أي كقرطها وحلى إلى هذا أود أمني سومال اللي نعده كتها جنتها وشريتان كأمدده ورسوف في جواقف إن ده جرد أو بليس شيخ هو بليس نك سياسي هو بليس نك جن عصدي هو بليس قف كستوك هالنقلع وسومال لأن شوقة كوا كبدع يارا بليس شارك بليس ومدري يدا ود بليس انه بتقليده دي العشط مركات كو انه بتقليده كعلى شقين ياد عداوت يو عقبت يعق جوبلين اد اوو جوابتو غورمي حقت عدوك كو سو شيغي حريه القرالك يا قولك اينو هيسنو الدستور كو انه ضمانات قاداي باب كدن يا شابتر كدن كو شيغي سومالان اي كنا لونسي فوا ايدا كسو بعده وحي نقطي مركه مسخها العريي صحفيين توقو سامين تبادان قيقة الصومالية دادت كافقة الصومالية كوهدلا إن الرئيس الصومالية
qorayaasha ugu saameyn badan Soomaali maanta ee dhalka weyn inooga tagay habeen kasta maansoor bugaagta lagu soo bandhigay waa dhalinyarada Soomaalida marka aqligooda la caariyay ee xurriyad ay helaan kuwa qowlasha ku hadlaya ee ummada la hadlaya ee siyaasiyinta ee saameynta leh waa xuquuqda dastuuriga iyo kala dambeynta markii la helay hadii tii la yiraahdo madaxa laga istaagaya qofka taa ka shaqeynaya waa nimaan habeen jiray waa nimaan xuquuqda dalkan aan warkahay dadka dalkan Soomaaliland degan waxay awoodaan inay ilaawaan xoolahooda gubtay war suuqi waa hemba gubtay oo kii wajala gubtay cid u calaacalay sabiyaad aragteen waa dad qalbiga qari ka ah waa dad aan catoog iyo cabashada aan aqoon xoolahooda waa ka samir karaya ummadan laakiin dadka antropologistayaasha ee cilmiga bulshada wax ka yaqiinaa waxay sheegaan dadka reer Soomaaliland inaan ahayn dad gunnimada aqbalaya waa dad goobnimada jecel xoolahoodu hadday gubtaan samir bay ka yeelanayaan laakiin xurriyadkooda iyo xuquuqdooda kama dulqaataan ninka taa ku fikiray inuu dadkan caburiyo waa nimaan habeen jirin waa nimaan dastuurka iyo dowladnimada dalkan aan eegay waxaan ogeyn taariikhda dib haddaad ugu noqoto ingiriiska kuwii gumeysiga ka diiday dadka Soomaaliland bay ahaayeen innamada suxufiyiinta la xidhxidhayo iyo intii nin hortaagan aabayaashiin iyo awoowyaashiin baa gunnimo diiday kuwii siyaad barre diiday ayuu ummadayadu tan ma geydo madaxweynaha qaranka ka mid a wasiirka arrimaha gudaha ka mid a xorriyaddu macaankay leedahay xuquuqdeeda iyo qiimaan ismalihii way la qabaan ismalihii way la qabaan in muwaadiniintooda la caburiyo waayo waxay garanayaan micnaha xorriyaddu waxay tahay waa waxay duurka ka galeen anigu waxaan isleeyahay inankaa sirdoonka haystaa ee degdega badani wuxuu doonayaa inuu dab dowladda iyo dadkeeda ku kala dhex suro madaxweynahana waxaan leeyahay degdegu ninkaasi wado yaanu muwaadiniinta dalkan iyo adiga uniskiin nacsiin war wax la aqbali karaya maaha inama arrinta wejiga soo xidhaan qof muwaadinoo milicda noo taagnaa oo nagu doortay inaan xaqiisa ka hadalno oo nagu doortay inaan xuquuqdiisa ilaalino inaanu ku eegno waxaanu aqbali karayna maaha goolaweynahana waa looga yeedhaya qof kastoo tacaddi ummadda u geysta goolaweynaha waa looga yeedhaya war ilaahay karaamo iyo sharaf iyo xurriyaad aynu ku naaloonayno ayuu ummaddan siiyey war 30 sannadood ictiraaf waxaynaan waxba uga ogeyn waa kala dambeynta iyo dowladnimadeenna iyo nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna iyo midnimadeenna iyo amnigeenna fagaarayaasha dunidaanu kaga faananayn intaan calanka Soomaaliland qaadanay dalkaygu dimuquraadiyad buu leeyahy waanu leeyahy oo waataanu ku hadlayno dalkaygu doorashaa ka dhacday way ka dhacday oo waataanu ku soo baxnay dalkaygu deganaashu haystaa oo uu leeyahy oo innagaa ku fadhinaa dalkaygu dastuur buu leeyahy oo annaga ku hadlayna le hala ilaaliyo war maxaanu dunida ku odhannaa marka siisi kamarooyinkii ay maxaytay ka duubayaan maxaytay suxufta cadi loo geysanay mar kale aan ku celinayaa qofka muwaadinka dembi waa geli karaya procedure sharci baanu dalka dhigan qofka eed baa lagu soo oogi karayaa eediisa waxaa loo keeni karayaa galka dacwadoos jawaab celin baa la odhanayaa soo samee ama lawyer buu qabsanayaa ama isaga isdifaacaya garmaqalkaa la mudoonayaa garsooraa lagu qorayaa gunaanad baa la gaadhayaa xukun baa dhacaya haddaa dembi lagu helana bartaasuu ka baxaya haddaa dembi lagu waayana bartaasuu ku baxaya waradoo bartaa taagan sidee sida haadka inta lagu soo walfoobo lagugu soo waxeeyaa maxaa tahay qol lagula gala waxaynu aqbalayna iyo waxaynu yeelayna taas maaha saxaafadda Soomaalida limit baad leedihiin dadka karaamadooda inaad dhowrtaan dalkani cadow badan buu leeyahay war ereygeygaa dhuuxa caqabado badan baa soo wajahaya saxaafadda waxaan leeyahay waxaynu kaga bixi karanaa midnimo national interestka qadiyadda guud ee dalka inaad ilaalisaan midaad xildhibaano ku raalli gelinaysaan yeena noqon midaad ku raalli gelinaysaan nin kaloo mas-uulinayana noqon ummaddan ilaalinteeda iyo qadiyadeeda iyo calankaa barta ee noogu yaalla towxiidku ku qoran yahay waxay naga wada saaran mas-uuliyad inaynu dhammaanteen wada ilaalino waa mid waajib inagu ah war ummadda tacadiga ha laga daayo war ummadda dhibta ha laga daayo war hay-adda sirdoonku waxay dalka u qaabilsan tahay xog hel
عدوغا فراها بدل لي نغوسو وجان حقتودا ايا لا يدي كربا لا يدي كما ربا قب قبشدا قضب كافر لا تراده هيرك عمك عقابته يا قضب كبقول يا افر دستوركو جمهوريه سوماليا لبدو بو waxay sheegayaan awooda xariga cid iska leeyahay hay'ad biliska heerka biliska heerka ciqaabta dastuurka dalka ee heerka sirdoonka intaaba meel la kaga taalo in sirdoon dalka qabto war hay'adasi waa hay'ad karaamo leh waa hay'ad intee u jirna markii koowaad laga sheegayo in ay maxay tahay dadkeedii maxay tahay ay u caga jugleeriso orbada Soomaaliya ma geedata intan goolahan anigu joogo qof Soomaaliyan la igu aqdulmi maayo aqbalina maayo insha Allah waxan barta u jooga wa ilaalinta xuquuqda iyo sharafta muwaadininta Soomaaliya ilaahay waxan ka bariya inuu tubta toosan cid kasto masuuliba tuso inamada in naga xirna xuquuqdooda degdeg ay u helaan dalkan iyo dadkan midnimadiisa wada jirkiisa hore u socdaan inagu ay isku wada duubnaano guul aynu gaarno adoon iyo mid aakhiraba dambigeenana wixii naga dhacana ilaahay dhaafo mar labaad iyo mar saddexaad waxa la yahay war saxaafadu waa power waa awood waa tiir kamida tiirasha dowladnimada waana tiirka afraad saxaafadda Soomaalida waxay mudan tahay ixtiraam iyaguna waxay mudan yihiin inay danta qaranka ilaaliyaan وفي أب وابلكيشن عصري أو قطرة يديدة ماليات سيدة سان سهل إيفي سين بلاس حوالة تاج بانجي غف يديك إزجاسين تا أكسور تقرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا